مساء الخير، النهارده جايه لكم فيديو جديد. الفيديو فعلا تحفه، كريم طبيعي لازاله علامات التمدد في الجسم. هعمل معاكم الكريم ده، هنتخلص من علامات التمدد بسرعه فائقه بشكل دائم. طريقه تحضير وصفه هقول لكم بقى عليها. هنجيب اي بول عندنا او اي طبق، وهنبتدي نشوف الوصفه والمكونات بتاعتها. هنستخدم في الوصفة دي مكونات حلوة جدا بتزيل علامات التمدد من الجسم. أول مكون معانا وهو جل الصبار. جل الصبار بيزيل علامات التمدد من الجسم، هنحط منه 3 معالق من جل الصبار. ممكن هنضيف 3 معالق من جل الصبار. بعد ما خدنا كده 3 معالق من جل الصبار، 3 معالق كبيره كبار من جل الصبار، هنشوف تاني مكون معانا وهو برده مكون حلو جدا لعلامات التمدد في الجسم والجسم عامه، اللي هو زيت جوز الهند. هناخد منه 3 معالق كبار. زيت جوز الهند بديل للكريمات اللي بتعالج علامات تمدد الجلد. هنبتدي ان احنا نقلب كل المكونات كويس قوي مع بعض. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات، وتشجعوني عشان اقدم لكم وصفات جديده دايما. بعد كده هنبتدي ان احنا بعد ما قلبنا المكونات دي كويس او مع بعض، هنشوف اخر مكون معانا وهو معانا معلقة معانا كبسولة من فيتامينات A او نقطتين من فيتامين A. طبعا ممكن نحط كمان بدل فيتامين A ممكن نحط زيت اللافندر اللي هو زيت العطري. بجد المكونات تحفة. دلوقتي بقى معانا كريم بيعالج علامات التمدد في الجسم. هنجيب بقى اي علبة كريم فاضية عندنا او اي علبة فاضية، وهنبتدي نشوف احنا هنعمل ايه. هنفضي فيها الكريم بتاعنا ده، الكريم بتاعنا بقى جاهز. هنبتدي نفضي الكريم كده في اي برطمان قديم او علبة كريم فاضية عندك. الكريم ده بجد تحفة، هيغنيكي عن كريمات غالية لعلاج التمدد في الجسم. هنشوف بقى مع بعض طريقة تطبيق الوصفة. الوصفة بتاعتنا سهلة، وطريقة تطبيقها هنطبق الوصفة دي على البطن او الاماكن اللي فيها علامات تمدد، غالبا بتبقى اكتر منطقة البطن يعني بعد الولادة. هنبتدي ان احنا نطبقه على اماكن علامات التمدد في الجسم، وهندلك بشرتنا بالكريم ده لمدة 5 دقايق، وهنسيبه على بشرتنا طول الليل لمدة ليلة كاملة. وبعد كده هنطبق الوصفة دي كل يوم بالليل قبل النوم. هنحصل على نتيجة جيدة من الأسبوع، من أول أسبوع نتيجة هايلة بجد. ويمكن ممكن كمان احنا نحتفظ بالكريم ده في التلاجة لمدة شهر. بجد انت هتتفاجئي من نتيجة لانه فعلا هتبان من اول اسبوع، هيجيب نتيجة هايلة قوي معاكي. ياريت لو الفيديو عجبكم متنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها.